Hello everyone this is chef nalo with you all the way from norway in the following series i will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home هنتل اسرار للبيتزا بدي احفرجيكوا الفلفل الاسمر حبوب الفلفل الاسمر 10 جرام بطحن. ممكن نجيبه مطحون ناعم جاهز نجيبه من عند العطار ممكن نطحنه في البيت اذا كان غير مضمون نطحنه بالبيت وأفضل نطحنه في البيت بكون مضمون أكتر عشرة جرام فلفل أسمر الأوريجانو الزعتر البري خمسة وأربعين جرام كل هذا موجود عند العطار هيك وزنه خمسة وأربعين جرام البردقوش عشرين جرام وهذه الأسماء تبعته له كذا أكتر من اسم له اطلبوه من عند العطار هو موجود متوفر في كل مكان، الريحان أو الحبق خمسة وعشرين جرام، طبعا كله يكون ناشف كله متوفر عند العطار نخل-نخلط المكونات مع بعض ونضعها في عبوات، هيك أصبحت جاهزة، وهلجيت حفرجيكو أسرار. اهم اسرار البيتزا اهم ثلاث اسرار للبيتزا كنت حفرجيكم بنجيب الكونفليكس هذا السر الثاني السر الثاني بعد التوابل جيب نطحن الكونفليكس وبنفرد العجنة على الكونفليكس نوضع ماء دافئ 600 جرام وزيت زيتون 30 جرام حليب سائل 60 جرام خميرة جافة 7 جرام سكر 35 جرام بودرة مرق الدجاج وبصل بودرة أربعة جرام هذه العيارات استخدمها المطعم وسوم بودرة أربعة جرام هذه نفس العيارات إحنا بنستخدمها في المطعم نمزج المكونات كلها مع بعض في أي خلاط ممكن ممكن نمزجها يدوي نمزجها المكونات مش ضروري خلاط يكون يعني نعجنها جيد وبنلفها ننتظر خمسة عشر دقيقة بعد خمسة عشر دقيقة بنقسمها إلى أربع قطع وبنوضعها بالتلاجة أقل شيء أربعة وعشرين ساعة ويفضل يكون ثلاثة أيام الطعم بكون كتير مميز هذا السر الثالث نوضعها بالتلاجة ثلاثة أيام بكون أفضل قبل الخبيز وجربوها ان شاء الله هتكونوا مبسوطين عليها صلصه الصلصه تبعت البيتزا نوضع عليها التوابل اللي عملناها نوضع على الصلصه معلقه توابل هي بتعمل طعم كتير روعه نوضع معلقه توابل على الصلصه واذا بدكم عملكم صلصة اكتبوا لي بالتعليقات تحت اذا انتو بدكم عملكم صلصه البيتزا لكل كيلو دقيق بنعمل اربع صواني بيتزا وإذا كان بيتزا كالزوني نعمل بنعمل ثمان أرب... قطع البيتزا أربع قطع بالكيلو الدقيق والبيتزا كالزوني ثمان قطع اللي هو هادي ندهنها بالزبدة هيك أصبحت جاهزة السر الرابع دائما ما نخلي الجبنه تتعرض للحرارة مباشرة ممكن احنا لما نخبز البيتزا نوضع ورق السلفان دائرية او ورق الزبدة فوق الجبنة من شان ما تتعرض للحرارة مباشرة وتمغط معنا الجبنة هذا السر الرابع في امان الله تزرونا بصفة جديدة من الاشتراك بالقناة اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة